مشاهدينا الكرام في كل مكان، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عبر الكتاب. موضوع اليوم موضوع مهم جدا، لأنها فعلا يعني اسطوانة دايما بنسمعها من الإخوة المسلمين، وهي محاولات فاشلة أو محاولات إسلامية فاشلة لمحاولة إثبات أن الكتاب المقدس تحدث عن رسول الإسلام. هل تنبأ الكتاب المقدس عن رسول الإسلام؟ كل هذه المحاولات بقالهم 1400 سنة، كل هذه المحاولات هي محاولات فاشلة، لأن الرب يسوع ختمها وقال إنه لا هيأتي بعدي هيكونوا أنبياء كذبة. فنحن لا يمكن أبدا أن يكون الكتاب المقدس تحدث عن مجيء رسول الإسلام. لكن قبل ما أتكلم عن هذا الموضوع الشيق واللي فيه فيديوهات كتيرة وهنقدر نرد عليها ونوريها لحضراتكم، قبل ما نتكلم عن هذا الموضوع المهم، حابب أني أخذ حضراتكم في جولة سريعة. هذه الجولة السريعة فيها حابين نتكلم عن أهم إنجاز خلال السنتين اللي فاتوا في قناة الحياة، وهو تشات جي بي تي، أو اللي هو النهاردة كل الناس بتتكلم عن الاي اي الارتفيشال انتليجنت، وازاي انه نقدر نستخدمه بصورة مفيدة جدا حتى في بحثنا عن المسيحية، وفي أيضا بحثنا عن إجابات لأسئلة كثيرة متعلقة بالإيمان المسيحي. فأنا لو فتحت حضراتكم الصفحة بتاعة قناة الحياة على الويب سايت اللي هي الحياة TV.com، حتى لو رحت إلى جوجل وكتبت قناة الحياة المسيحية هيجيب لك على طول اللينك بالإنجليزي، طبعا موجود على الشاشة هنا أهو الحياة تي في. خليني أهو الحياة تي في، كويس. فالحياة تي في لو دخلنا على الحياة تي في، من ضمن الحاجات اللي هنلاقيها في الصفحة الرئيسية هنلاقي على أيدينا اليمين، كويس، حاجة اسمها جي بي تي اللي هو تشات جي بي تي، كويس. وكلنا النهاردة نعرف عن الـ AI والـ Chat GPT وإزاي النهاردة نقدر نستخدمه. فلو أنا عملت كليك على الـ Chat GPT، كويس، هيوديني إلى هذه الصفحة. خليني أصغرها شوية عشان كمان تبقى باينة أو يعني قدام حضراتكم، لأنه أنا غالبا واخد نص الشاشة. فهنروح على الصفحة دي. الصفحة دي فيها اسأل الحياة جي بي تي أي سؤال يعجبك، كويس، وهنجرب بعض الأسئلة. لكن هناك أسئلة مختارة تحت، لو نزلنا تحت هنلاقي في أسئلة مختارة، كويس، في أكتر من 157 سؤال. هنلاقي في الجزء ده مثلا كيف يمكن للإسلام أن يشرح الظلم في العالم، ده سؤال. كيف يعبر المسيحيون عن العبادة؟ أعطني أهم الأسباب لعدم إيمان المسيحيين بمحمد. ما هو الكتاب المقدس؟ لماذا يعتبر الإسلام الدين الصحيح بينما الأديان الأخرى خاطئة؟ بحسب الإسلام هل مات محمد أم قتل؟ هل تحرفت الكتب السماوية؟ كويس؟ هناك أسئلة لسه كبيرة جدا متعلقة بالإيمان المسيحي وكمان الردود على أسئلة المسلمين. لكن خليني هنا أروح أكتب سؤال، أي سؤال مثلا، يعني مثلا من ضمن الأسئلة كيف، خليني أحولها العربي، كيف أقبل المسيح مخلصا؟ ده سؤال، كويس، كيف أقبل المسيح، كتبته هنا وهدوس على السهم ده اللي هو الأسود، هدوس على السهم أهو، كيف أقبل المسيح مخلصا؟ هتلاقي الإجابة جات لك على طول. قبول يسوع المسيح كمخلص شخصي هو قرار روحي عميق يتطلب الإيمان والتوبة والخضوع الكامل لله. إليك بعض الخطوات التي يمكن أن تساعدك في هذا القرار: الاعتراف بالاحتياج إلى الخلاص،
التوبة عن الخطايا، الإيمان بيسوع المسيح، الصلاة لقبول المسيح، العيش حياة جديدة. كويس. وبعدين بعد كده هتنزل هتلاقي بعض الأسئلة المتعلقة بقبول المسيح. هتلاقي في سؤال 2-3، ما هي أهمية التوبة في قبول المسيح؟ احنا مش لازم نكتب السؤال دون يعني مثلا مكتوب نمرة 1 ما هي أهمية التوبة في قبول المسيح، مش لازم أكتب السؤال كله. أنا كل اللي أنا هعمله، كويس، هكتب رقم 1. أنا عايز أبحث عن رقم 1، هكتب رقم 1 وهدوس على السهم أهو. ما هي أهمية التوبة في قبول المسيح؟ في قبول المسيح، التوبة الاعتراف إلى الله، تغيير السلوك، تجديد الحياة، وهكذا. كويس. نيجي إلى سؤال آخر، مثلا أنا قبلت المسيح وعايز أعرف يعني إيه معمودية، كيف أنال المعمودية؟ كويس. ودوس جو. كيف أنال المعمودية؟ المعمودية هي خطوة مهمة في الحياة المسيحية، ترمز إلى الاتحاد مع المسيح، الفهم والدراسة، الإيمان والتوبة، التحدث إلى قس أو راعي الكنيسة. كويس. حضور حفل المعمودية، عيش حياة المسيحية، إلى آخر كل ما، حتى تحت تلاقي الأسئلة اللي حطتها، ما هي المعاني الروحية للمعمودية، كي هل هناك شروط معينة يجب تلبيتها قبل المعمودية، كيف يؤثر العيش في مجتمع مسيح على الحياة بعد المعمودية، إلى آخره. أنا النهاردة مثلا كمان أنا بدرس الكتاب المقدس. كويس. وعايز خليني أرجع فوق هنا، عايز أروح تاني للتشات جي بي تي. أنا بدرس الكتاب المقدس وجيت عند جزء في الكتاب المقدس صعب، عايز مساعدة. كويس. هقول مثلا كيف تفسر مثل العذارى العشر اللي هو مذكور في متى 25، ازاي فسر المثل اللي الرب يسوع ضربه، مثل العذارى العشر، الخمسة الجاهلات والخمسة الحكيمات. فهلاقي هنا تفسير مثل العذارى العشر، المحتوى الرئيسي، الرمز والمعاني. كويس. هيقول لي مين هم العذارى، مين هو العريس، المصابيح بترمز لايه، الزيت يرمز لايه، النقاط المهمة في المثل. كويس. أهمية المثل في حياة المؤمنين، وأسئلة للمناقشة. فسواء أنت مسلم بتدور على إجابات لأسئلة معينة، أشجعك جدا أنه تروح للتشات جي بي تي الحياة وتكتب السؤال اللي أنت عايزه عن المسيحية أو عن مقارنة الأديان. ولو أنت مسيحي عرفت، أو أنت عابر عرفت الرب يسوع وعايز تتعمق أكتر في دراستك للكتاب المقدس، التشات جي بي تي أيضا هيساعدك. كويس. فإحنا عندنا تولز، وسائل تساعدنا النهاردة للنمو في حياتنا المسيحية وفي الإجابة على أسئلتنا. طبعا يعني التشات جي بي تي دون ده عابر، ده مسيحي. كويس. ده التيم بتاع قناة الحياة اشتغل عليه، عايز اقول لكم عشرات الالاف من الساعات تمت في شغل على التشات جي بي تي بتاع قناة الحياة، وتقدر تستفاد منه، تقدر تستفاد منه وانت بتدرس وانت قاعد في البيت. هتلاقي لو فتحت السيلفون ممكن وانت تستخدم السيلفون بتاعك تدخل على قناة الحياة ويكون عندك فترة للسيرش، لو انت على ايباد، لو انت على الكمبيوتر. يعني وسيلة مهمة جدا النهاردة للمعرفة وللإجابة على الأسئلة المحيرة، ولي أيضا النمو في دراستنا في الكتاب المقدس. كويس. فدي وسيلة مهمة وإحنا حابينكم تستخدموها،
حابينكم فعلا ان انتوا يكون عندكم اكسس او سهوله للوصول الى الصفحه دي وان انتوا تستفادوا، لان كل اللي موجود في الصفحه هو الغرض منه انه احنا كمسيحيين ننمو في معرفتنا للرب. ولو احنا مسلمين بندور على اجابات للاسئله، كويس، هنجد الاجابه للاسئله، وده يساعدنا في اتخاذ خطوات مهمه في حياتنا وعلاقتنا مع الرب. بشجعكم كلكم على تشات جي بي تي لقناة الحياة. طيب أرجع إلى موضوعنا، نرجع إلى موضوعنا وهو محاولات فاشلة لإسلامية فاشلة، محاولات بيحاول فيها البعض مرارا وتكرارا إنه يثبت إنه الكتاب المقدس تنبأ عن رسول الإسلام. ويمكن حضراتكم سمعتوا قبل كده كتير وشاهدتوا كثير من الفيديوهات اللي بتتكلم عن الموضوع. أنا النهاردة هختصر ردي على شخص ادعى أو بيدعي أنه كان مبشرا سابقا بالمسيحية، يعني كان مسيحي واتحول إلى الإسلام، كويس، وصار شيخ مسلم، يعني عامل كده صفحة اسمها تركت المسيحية ولم أترك المسيح. طبعا ده كله كذب، الصفحة يعني العنوان نفسه عنوان مخادع، مش ممكن أبدا تترك المسيحية وتحتفظ بالمسيح، لأنه المسيح اللي انت بتقول انك بتحتفظ به ليس هو مسيح الكتاب المقدس، ده مسيح الإسلام، ده المسيح المشوه، ده المسيح المزيف اللي اتكلم عنه القرآن، وليس المسيح كما هو أعلن عن نفسه وأعلنت عنه الكتب المقدسة الكتاب المقدس. فهو مسيح مجرد نبي كباقي الأنبياء، فهو مسيح لم يصلب ولم يمت لفداء الإنسان، كويس، ومسيح لا نعرفه، مسيح مزيف وليس حقيقي. أنت تركت المسيحية ومعها تركت المسيح الحقيقي، كويس، وقبلت الإسلام ومعه قبلت الإيمان بالمسيح المزيف. فلا تخدع نفسك ولا تخدع الآخرين. طيب أولا، فكرة أن الكتاب المقدس تنبأ عن مجيء رسول الإسلام فكرة ليست من الكتاب المقدس، هي فكرة مبنية على القرآن الذي لا نعتد نحن به. يعني هو جالي بعد 600 سنة وقال لي التوراة والإنجيل تكلمت عن رسول الإسلام، كويس، ادعاءه غير حقيقي والدعاء لا نعتد به، لكن هذا الادعاء هو يعني بيحاول جاهدا انه يؤكد مصداقيته بس في كل مرة بيفشل. خلينا نشوف هذا الادعاء نسمعه. على بالقرآن الكريم، أيوة، بسورة الصف آية 6، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. أوكي. بيخبرنا الله بهالآية سبحانه وتعالى أنه أرسل سيدنا المسيح عليه السلام لبني إسرائيل لما ضلوا عن سبيل الله وحرفوا التوراة وألغوا الشريعة وأغلقوا ملكوت السماوات في وجوه الناس، حتى أنهم حولوا المعبد لصيرفة وحطوا الأصنام، مش هيك سيدنا المسيح؟ طيب فهو ده النص المنطلق بتاعه. شوفوا المبدأ عند المسلم هو كالآتي، إذا ورد نص في القرآن يتعارض مع الكتاب المقدس الذي هو سابق للقرآن، يصير القرآن هو الصح والكتاب المقدس هو الغلط، كويس. ما هو لازم يثبت يعني صدق النص اللي بيؤمن به.
بدون ما يقدم لنا اي اسباب منطقيه او اي اسباب تاريخيه. هو ده المنطق. المنطق المسيح صلب بحسب الانجيل، المنطق الاسلامي او القراني المسيح لم يصلب، يبقى المسيح لم يصلب يحاول انه يؤكد ان المسيح لم يصلب، حتى لو ادعاءه غير منطقي وغير تاريخي وليس له اي سند. ده المنطق الاسلامي كويس. عشان كده هو ازاي هيحاول يثبت انه الكتاب المقدس تكلم عن رسول الاسلام؟ اول حاجة هيحاول يثبتها انه الكتاب المقدس محرف. ما دي اللعبة اللي دايما بيلعبوا عليه، الكتاب المقدس محرف. اليهود حرفوا التوراة والانجيل كويس، وعشان كده مفيش النهاردة عندنا ذكر لمحمد في الانجيل ولا في التوراة. يعني المنطق الإسلامي زي ما قلت الطعن في مصداقية الكتاب المقدس على طول، يطعن في مصداقية الكتاب المقدس علشان يثبت أنه هو صح. عارفين الأعور اللي يحاول يثبت أنه هو بيشوف فيطعن في أنه الآخرين، يطعن مع أنه الآخرين هم عندهم عيون وبتبصر، يطعن أنهم أساسا بيبصروا. ده المنطق. نسمع شوف يقول لك انه إيه؟ مذكور كان بالتوراة والانجيل. أيوة، ولكن مذكور. اليهود حرفوا هالتوراة والانجيل وشالوا اسم هالنبي تمح. طبعا مذكور في التوراة والانجيل لا يقدم ليك اي برهان، انهي توراة وانهي؟ طب ورينا نص، طب فين، طب امتى، طب مين اللي ذكره؟ مفيش. هو على طول حافظ مش فاهم، مع كل الاحترام هو حافظ بس مش فاهم. يقول لك لانه كان مذكور في التوراة والانجيل. اوكي، كان مذكور في التوراة والانجيل، عرفتها منين؟ جبتها منين؟ ايه الثقة اللي انت بتتكلم بيها دي؟ ما هي الثقة اللي انت بتتكلم بيها دي لازم تكون مبنية على اسس، والا تبقى انت يعني بتتكلم من منطلق غير صحيح، ومنطلق ان انت بتبرهن بس وجهة نظرك حتى لو ما عندكش اي اسباب. جبت الثقة دي منين؟ ده اللي بيخليني بجد يعني استغرب. المسلم يجي يكلمك بثقة كأنه مثلا عنده الادلة والبراهين التي لا يمكن ابدا للعقل ان يرفضها، وما عندهوش ولا برهان. فيقول لك اليهود حرفوا، كان مذكور. ده على اي اساس؟ على اساس انه القرآن قال له انه كان مذكور بس. ده المنطق. القرآن قال له انه كان مذكور كويس في التوراة والانجيل، فيبص على التوراة الإنجيل يقول لك مش مذكور فيه، فيقول لك يبقى أكيد اليهود لأنه وحشين. دايما اليهود وحشين، أسوأ ناس هم اليهود، والمسيحيين برضو وحشين، فأكيد اليهود ومعاهم المسيحيين كويس لغرض ما شالوا اسمه، مع أنه لا يستطيع أن يقدم برهان منطقي أو تاريخي واحد أو حتى قصاصة. عارفين قصاصة يعني حتة ورقة كده مكتوبة من الإنجيل كان فيها مذكور؟ مفيش. كويس، فيقول لك كان مذكور. نكمل نسمع. إنه مذكور كان بالتوراة والإنجيل. أيوة. ولكن اليهود حرفوا هالتوراة والإنجيل وشالوا اسم هالنبي تما حدا يتبعه. ليش؟ لأنه هلأ رح يبين معنا ليش. وأنا من منطلق هيدي الآية بلشت ببحثي، قلت هل بعد موجود ذكر لهالنبي بالتوراة والإنجيل؟ هو بدأ بحثه، فيبدأ يبحث، مع أنه بيقول أنه اليهود يعني شالوا اسمه وحرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل. هو طبعا تحريف التوراة والإنجيل، هو أنا ما أعرفش إزاي هو أساسا بيقول انه كان مسيحي ومش عارف يفرق ما بين التوراة والانجيل، وان اليهود ليس لهم سلطان على الانجيل.
يعني لكن هي لا تحدث بلية غير لما يكون وراها اليهود. ده يعني ده الفكر. ماشي نكمل. اليهود حرفوا التوراة والإنجيل على طول. مدام اسم أحمد أو محمد مش مذكور في النص التوراة ولا نص الإنجيل، يبقى اليهود والنصارى كويس أو اليهود لوحدهم يعني حرفوا التوراة والإنجيل. نسمع السلام بيقول بالإنجيل: أيوة. لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. أيوة. فهني ضلوا عن سبيل الله وحرفوا التوراة. مش هيك نزل رب العالمين على سيدنا المسيح الإنجيل ومصدقا لما بين يديه من التوراة علم رب. أوكي، مصدقا لما بين يديه من التوراة. يعني إيه مصدق لما بين يديه من التوراة؟ يعني التوراة موجودة، ما بين يديه، النص موجود، النص أيام الرب يسوع كان موجود. مصدقا لما بين يديه من توراة. وبعدين لما يقول أن الرب يسوع أنهم خراب بيت إسرائيل الضالة، لا يعني هذا أنهم حرفوا التوراة، لا يعني أبدا. يعني ما نقول النهاردة أن الأمة الإسلامية أمة ضالة، ده معناه ان هم حرفوا القرآن؟ لا، ان سلوكياتهم لا تتماشى مع ما اعلن لهم في التوراة، لكن لا يعني معناها انه حرفوا التوراة. انا بتجيبها منين دي؟ يعني هي زي ما قلت لحضرتك، هم مشكلة المسلمين بغبغانات وياخدوا من بعض ويرددوا نفس الكلام، يرددوا نفس الكلام، مفيش واحد فيهم بيطلع لي بمنطق واحد تاريخي او يجيب لي قصاصة من مكتشفة تعود الى ما زمن ما قبل كتابة مثلا، او زمن ما يعني قبل تجميع الكتاب المقدس، يقول لي في قصاصة وجدناها بتقول انه مذكور فيها محمد. فيش. انما مدام مش مذكور يبقى اكيد حرفه. ما يقولش مدام مش مذكور يبقى القرآن غلط، ما يقولش كده. يعني بدل ما هو يقول انه بما انه القرآن ذكر، وبعدين لما ارجع الى التوراة والانجيل وما لقيش انه لا ذكر له في التوراة والانجيل، يبقى الاحتمال انه ممكن يكون القرآن غلط، وده اكبر احتمال، ده اكبر احتمال. كمل ما يقوله. السلام بيقول بالانجيل: لم ارسل الا لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فهني ضلوا عن سبيل الله وحرفوا التوراة. مش هيك نزل رب العالمين على سيدنا المسيح الإنجيل ومصدقا لما بين يديه من التوراة علم رب العالمين. شو كان فيه بالتوراة من تعاليم ومن شريعة حتى يفضح الكتبة والفريسيين ويعنفهم مثل ما ورد بالإنجيل، وقال لهم: ويل لكم أيها الرجال المنافقون النابذون لشريعة الإله العلي. أيوة. فبني إسرائيل نبذوا الشريعة وحرفوا التوراة، ولما كان سيدنا المسيح عليه السلام يواجههم بكذبهم ويبين لهم كل التعاليم اللي ترك لهم إياها موسى بقلب الكتب والشريعة اللي هن أخفوها عن الناس، التوراة المحرفة يلي سيدنا المسيح بالإنجيل قال لهم: هيدي التوراة حرفتوها وكذبتوا على أنبيائكم وقتلتوهم لأنبيائكم. جابها منين دي؟ جاب الكلام ده منين؟ فين المسيح قال لهم إن أنتوا حرفتوا التوراة؟ ده واحد بيقول انا كنت مبشر مسيحي. انا شخصيا من خلال كلامه اقدر اقول ابصم بالعشرة انه لم يكن يعرف شيئا عن المسيحية ولم يقرأ حتى الكتاب المقدس. يمكن نشأ كمسيحي بالاسم لكنه كان بعيد كل البعد عن المسيحية الحقيقية.
فين المسيح قال لهم انتوا حرفتوا التوراة؟ فين؟ جبتها منين؟ جبتها منين؟ ده لما احنا لما نقرأ الأناجيل بنجد ان الرب يسوع بيأكد على كل أشياء العهد القديم. جبتها منين؟ وبعدين لما يقول نبستم الشريعة، نابزين للشريعة، مش معناه انهم زوروا الشريعة. جبتها منين؟ فسرتها ازاي دي كده؟ معناها انهم مش عايشين بحسب الشريعة. اما النهاردة انا كمسيحي واقول انا بنبز وصايا المسيح، مش معناها ان انا زورت وصايا المسيح، معناها ان انا مش عايز اعيش بحسب وصايا المسيح. انما تأليف فتأليف، كفاياكوا تأليف بقى. دليل التحريف بقى، هو جاب لنا اقوى دليل لتحريف الكتاب المقدس بالنسبة له، اقوى دليل، وهو اصل الكتاب المقدس ذكر حاجات الوحشة اللي عملها الانبياء. يعني نشوف، تخيلوا بيقولوا عن سيدنا لوط عليه السلام انه بناته بعد ما طلعوا من صوغر، بناته قالوا انه ما بقى في رجال نحن نتزوجهم، فقالت لا تعي نسكر بينا نشربوا خمر ونضاجعه وتحبى واحبل منه انا، وتاني نهار ضاجعته التانية وحبله منه وجابوا كل وحدة قوم من المضاجعة. حتى بيقولوا عن سيدنا يعقوب عليه السلام، تخيلوا اللي هو اسرائيل وكل الانبياء اجوا من بني اسرائيل، واسرائيل هو سيدنا يعقوب، وسيدنا يعقوب ابنه لسيدنا إسحاق، وسيدنا إسحاق ابنه لسيدنا إبراهيم عليهم السلام جميعا. بيقولوا أنه سيدنا يعقوب بمساعدة أمه رفقة خدعوا وكذبوا على إسحاق حتى ياخدوا بركة عيسو. تخيلوا هالكذب على الأنبياء. ولما إجا عيسو وعرف أنه يعقوب كذب على بيه وأخد البركة تبعه، صار بده يقتله ليعقوب. هدول الأنبياء تخيلوا عم بيحكوا عنهم. يا وحشين قوي بصراحة، وحشين وأشرار، مجرمين. أولا نحن لا نؤمن بعصمة الأنبياء في كل الأشياء، نحن نؤمن بعصمة النص المكتوب، النص اللي مكتوب كويس. وبعدين لما الكتاب المقدس بيذكر لنا هذه الأشياء بيذكرها لأنها حدثت، مش بيضحك علينا. ده دليل صدق الكتاب المقدس وليس دليل تحريف الكتاب المقدس. لأن اليهود لو حابين إنهم يعني يغيروا في الكتاب المقدس كانوا غيروا الأشياء اللي ادينهم، الأشياء اللي ادينهم، الأشياء اللي تسبب لهم إزعاج، الأشياء اللي تخجلهم، لكن ما عملوش كده. لأن فعلا يعقوب عمل اللي عمله، كتبوا الكتاب المقدس لينا عشان نتعلم ان احنا ما نعملش نفس اللي عمله يعقوب، بل نثق في الله. ده مكتوب مش لأن احنا نتبع نفس الخطوات، ده مكتوب علشان ان احنا نتعلم ازاي نعيش الحياة المسيحية الصح. وعشان كمان يأكد لينا انه الوحيد اللي عاش على هذه الارض بلا خطية هو المسيح الذي انت تركته، كلمة الله المتجسد. وبعدين عايز اسألك سؤال، طبعا انتوا بتحاولوا تداروا الاشياء دي كلها، كم من الخطايا ارتكبها رسول الاسلام؟ كم؟ ده هنا حدث ولا حرج يعني، لكن ده مش موضوع. لكن لم تقدم دليلا واحدا على أن الكتاب المقدس محرف، لم تقدم ولا تستطيع أن تقدم. أنت بس حضرتك بتردد الكلام اللي بيقتنع بيه كل مسلم،
لكن لا تقول لي بحث ولا بحث ولا دورت ولا فتشت ولا الكلام ده كله. أنت حتى معرفتك عن المسيحية معرفة سطحية. أنا معرفش إزاي كنت مبشر وبتبشر مين، ولأن معرفتك سطحية عن الإيمان المسيحي تركت المسيحية، تركت الحق مقابل الكذب، تركت النور مقابل الظلمة، تركت الحياة مقابل الموت. ده اختيارك، اختيارك، لكن لا تحاول انك تقنعنا ان اختيارك صح. فلا يوجد عاقل على وجه هذه الارض اذا قارن بين المسيح ورسول الاسلام يرفض المسيح ويقبل رسول الاسلام، الا اذا كان مريض نفسيا. طيب انقل، هل بقى التوراة تكلمت عن رسول الاسلام؟ هو قالك اولا التوراة محرفة واليهود حرفوه والانجيل محرف وكل الكتاب المقدس محرف. والغريبة الغريبة انه مع انه بيقولك انه الكتاب المقدس محرف الا انه بيحاول يرجع للكتاب المقدس عشان يثبت ان رسول الاسلام قد ذكر في الكتاب المقدس. طب ما هي محرفة، سيبها وريح نفسك وريحنا. انما تروح للكتاب المقدس عشان تثبت من الكتاب المقدس الذي هو في نظرك محرف انه تكلم عن رسول الاسلام، يبقى ده بيسموها شيزوفرينيا، انفصام بالشخصية. نسمع. ففتحت كتاب التوراة وبحث أيوة. فيه حتى وصلت للتثنية، مع انه بيؤمن ان الكتاب المقدس محرف وان التوراة محرف، لكنه فتح الكتاب المقدس وقعد يدور فيه. وبعدين يقول لك انا قعدت اقرا لحد لما وصلت للتثنية، واساسا لا ارى لا التكوين ولا الخروج ولا العدد. هو على طول عارف الآية دي موجودة فين بحسب الكتب الإسلامية فرح لها. فبحثت ودورت وقريت لحد ما وصلت ليلة التثنية. أنا لو سألتك دلوقتي بأحداث في سفر الخروج مش تعرف ترد عليه، بس أنت رحت لآية دايما المسلمين بيحاولوا يستخدموها، فما تحاولش تقنع المشاهد أنه أنت يعني الباحث العلامة اللي وصل إلى ما لا يستطيع أحد أن يصل إليه. ماشي، نكمل. ففتحت كتاب التوراة وبحث أيوة. فيه حتى وصلت للتثنية الإصحاح 18 أيوة. لآية 18 يلي الله فيها أوحى لسيدنا موسى نبوءة حتى وبشارة حتى يبلغها لبني إسرائيل. وبيقولوا بهالنبوءة، بيقول الله بهالنبوءة: أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به أيوة. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه أيوة. فبيتبيلنا من خلال هالنبوءة أنه الله أوحى لسيدنا موسى عليه السلام أنه يبلغ بني إسرائيل أنه رح يقيم لإله النبي مش من بينهم، من وسط إخوتهم، يعني من بين إخوتهم مش أيوة. من بينهم، نبيا مثل موسى تماما عليه السلام. أيوة، أنا بقى عايز أشوف إزاي هو بقى يفسر النص ده. أنا عارف إزاي الأخوة المسلمين بيفسروا النص ده كويس، وهو هيروح نفس الطريق، نفس المدرسة، نفس الطريق ونفس المدرسة كويس، ويروح ويحاول يثبت من النص ده أن هذا النبي ما هو إلا رسول الإسلام. واحدة من الحاجات اللي بنى عليها قال لك أساسا المسيح في نظر المسيحيين هو مش نبي، هو ابن الله، فالنص لا ينطبق على المسيح. وده أثبت لي أيضا أنه لا يعرف شيئا عن المسيحية، لأن في المسيح يسوع تجمعت ثلاث وظائف، ده three offices
بنسميهم، النبي والكاهن والملك، وهو لا يعلم هذا، وهو لا يعلم هذا. عشان كده بقول إنه هو فعلا زيرو في الإيمان المسيح، ما يعرفش حاجة. ولما جه يتكلم عن الإسلام اتكلم عن الإسلام من منطلق مسلم وليس من منطلق واحد كان عارف المسيحية. لكن نمشي معاه واحدة واحدة، نمشي معاه واحدة واحدة ونشوف هيقول لنا ايه. قال لك اول حاجة، قال لك النص ده ورد في سفر اعمال الرسل ايضا. بطرس اقتبس هذا النص في موعظته الاولى في سفر اعمال الرسل وفي اصحاح 3. طيب شوفوا بقى هيقرا ايه وهيسيب ايه. اوريكم ذكاء المسلم، الذكاء المخادع. يعني ده مش يعني الارتفيشال انتليجنس الاي اي اذكى شويه من المسلم. هو هيقرا النص ده بس هيترك الايه اللي قبله والايه اللي بعدها، وده الغرض. فخلينا نسمع هيقول لنا ايه. اسمعوا. فبحثت اكتر. أيوة. وصلت لاعمال الرسل. أيوة. الاصحاح 3 الايه 22. يلي كان عنوانها عظة بطرس لاعمال الرسل، وعم بقلكن انا المراجع حتى ترجعوا انتو كمان وتبحثوا فيها. فورد بالاصحاح 3 اعمال الرسل الاصحاح 3 الايه 22. فان موسى قال للاباء، عم بيقول لهم بطرس، نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم. أيوة. له تسمعون في كل ما يكلمكم به. أيوة. ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب، وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعده، جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام. أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلا لإبراهيم، وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. أيوه كويس، خلوا بالكم لأنه أنا عايزكم تبقوا مركزين مع اللي بيقوله. هو قرأ من عدد 22 إلى عدد 25 كويس عشان يثبت وجهة نظره. أنا هوريكم الآيات اللي قبل كده والآيات اللي بعد كده، بس بعد ما أخد مداخلة. ألو. ألو. أهلا أهلا وسهلا. أتكلم؟ أيوة تفضلي معاكي. مين معايا؟ سلام ونعمة. سلام ونعمة. أنا جاي أسمع برنامجك والله يباركك. طبعا خلينا نقول الأخ لما يقول اليهود حرفوا التوراة والإنجيل. زين يا أخي ليه هسه اليهود مؤمنين بالتوراة؟ أيوة. زين شلون يقول هي حرفت؟ ويعني ما أنا ما أعرف مثل ما تقول بالعشرة. أنا ها بصدقني يعني ما صدق، يعني إذا كان هو يؤمن بالمسيح والإنجيل محرف ويطلع آيات، يعني كل حكي بلاغ، ويعني إحنا ما نتجاوز، بس هاي الحقيقة. صح. يعني ما كلام كله كذب في كذب. يا ده حقيقي، كلام كله صدقيني، يعني لو عيل صغير هيكتشف انه ده بيقوله اللي بيقوله كذب. يعني مستحيل مسيحي يؤمن بالمسيح حقيقة. بالزبط. صدقني لو استشهد ما يغير. طبعا طبعا. اذا صدق يؤمن بالمسيح. طبعا. وشكرا. شكرا ليكي. شكرا ورب يباركك. شكرا على مداخلتك. شكرا ليكي. طيب هو قرأ من عدد كم؟ 22 الى 25. ما هو دايما دايما المخادع او اللي بيغش سهولة او انه يقع كذب ملهوش رجلين زي ما بيقولوا. كويس. انا هوري لحضراتكم النص قدامكم، النص في بدايته اللي هو ابتداء من عدد 20 مش من 22. هو قرأ من عدد 22 اللي محطوط بالاصفر ده الايات اللي قبل
وهنكمل القراية ونشوف الآية الأخيرة. كويس؟ الكلام كله في أعمال ثلاثة عن الرب يسوع مش عن رسول الإسلام. الكلام كله عن الرب يسوع. ده بيقول في عدد 20: ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم من قبل. يعني الرب يسوع أعلنت عنه النبوات في العهد القديم الذي ينبغي أن سماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. يعني مجيء المسيح وعمر المسيح وخطة فداء الله في المسيح يسوع وزمن رد كل شيء اتكلم عنه الأنبياء كلهم في العهد القديم، مش عن رسول الإسلام. وبعدين يقول الدليل كمان، يروح راجع بطرس إلى موسى: فإن موسى قال للأباء أن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم لا تسمعون في كل ما يكلمكم، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعده، جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام. أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عهد به الله أباؤنا قائلا: لإبراهيم وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. الخاتمة الكلام عن المسيح. يعني بدأ النص بالحديث عن المسيح وختم النص بالحديث عن المسيح. إليكم أولا إذ أقام الله فتاة يسوع أرسله يبارككم فيك تتبارك جميع أمم الأرض. الذي يأتي بالبركة هو يسوع المسيح. أرسله يبارككم بكل واحد منكم برد كل واحد منكم عن شروره. يعني الكلام كله عن مين؟ عن يسوع المسيح. وهذه النبوة اتحققت في مين؟ في يسوع المسيح. وعشان كده هو ترك البداية وترك الخاتمة وقرى بس النص. بس مش معانا المسيحيين حقيقيين اللي بيعرفوا كلمة ربنا، ما ينفعش تلعب معاهم. هذا اللعب وهذا الخداع. حضرتك مخادع، لأنه لو كان عندك الجراءة وأمين في بحثك كنت قريت النص كله. كنت قريت النص كله. ودي مشكلة المسلم، إنه ياخد آية ويجري بيها. يعني أنت وقعت في شر أعمالك. طيب شوفوا بقى بيحاول يفسر النص ده ازاي. نفس المدرسة، نفس التكرار، ما بيملوش، ما بيجيبوش حاجة جديدة. شوف هيدا النبي اللي بده يطلع. أيوة. انورد بالتوراة نبوءته وانورد رجع بأعمال الرسل. أيوة. بده يقيمه الله من بين إخوة بني إسرائيل. مين بقى إخوة؟ أيوة. حتى يتم العهد الذي عقده الله لآبائكم إذ قال لإبراهيم في نسلك تتبارك جميع عشائر الأرض. أوكي. في نسلك يعني في نسل إسحاق. في نسلك، قال له نسل. ده غلط يا واحدة من الارجومنت الأساسية بتاعت رسالة غلطية. كويس. رسول بولس قال في نسلك، اللي هو بالمفرد وليس في أنسال. وهذا النسل هو إسحاق، ومن إسحاق أتى يعقوب، ومن يعقوب أتى يهوذا، ومن سبط يهوذا أتى بيت داود، ومن بيت داود خرج لنا يسوع المسيح ابن داود بحسب الجسد، الذي هو فيه وحده تتبارك جميع قبائل الأرض. لكن يقولك لا لا، ده في نسلك يعني إسماعيل وكل نسل إبراهيم.
كمل. وكل الأنبياء بشروا بهيدا النبي اللي بده يجي، فهيدا النبي أوكي كل الأنبياء بشروا، مين هم؟ مين الأنبياء اللي بشروا بمجيء هذا النبي؟ ليه ما ذكرتش لينا كل نبي جه في الكتاب المقدس وكيف بشر بمجيء محمد؟ ليه ما بدأتش من أول يشوع وصموئيل ويوناثان وبعدين دخلت على بقية الأنبياء، سواء الأنبياء الكبار الأنبياء الصغار وذكرته؟ ما ده 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 المسلم يقول لك إيه؟ قال أحد العلماء، علماء الفيزياء في ألمانيا، كويس، عندما قرأ الآية الفلانية هذه الآية ردته إلى الإسلام. طب مين هو العالم ده؟ ما يقولكش، ما كلها تأليف تأليف. حضرتكم يعني شبعتم أنا عارف أهو ده بالظبط، يقولك جميع الأنبياء تكلموا عن هذا النبي. يا حبيبي ده جميع الأنبياء تكلموا عن المسيح له المجد، جميع الأنبياء تكلموا عن الرب يسوع. لا يخلو سفر من أسفار العهد القديم من إشارة أو حديث أو نبوة عن المسيح. إيش جاب لجاب؟ كمل. هيدا النبي اللي بده يطلع، اللي انورد بالتوراة نبوته، أيوة، وانورد رجع بأعمال الرسل، بده يقيمه الله من بين إخوة بني إسرائيل. ليش؟ قال حتى يتم العهد الذي عقده الله لآبائكم إذ قال لإبراهيم في نسلك تتبارك جميع عشائر الأرض. وكل الأنبياء بشروا بهيدا النبي اللي بده يجي، فهيدا النبي اللي بده يجي بده يجي من بين إخوة بني إسرائيل. أيوة، لأنه لو طلع من بني إسرائيل مثل ما عم تقول الكنيسة إنه هو سيدنا المسيح، سيدنا المسيح من بني إسرائيل، فلو قالوا إنه هيدا النبي رح يطلع من بني إسرائيل ما رح يتم العهد الذي عقده الله لإبراهيم لما وعده إنه يبارك له كل نسله. فإسحاق الله بارك له نسله، وإجا منه يعقوب، سيدنا يعقوب عليه السلام، ومن اللي هو إسرائيل، وكل الأنبياء إجوا من بني إسرائيل. إسحاق وإسماعيل هن إخوة من نفس البي اللي هو سيدنا إبراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعا، فمش هناك إجت النبوءة من بين إخوتهم، يعني مش من بينهم، بين إخوتهم. فهيدا النبي اللي بده يطلع هو رح يكون من نسل إسماعيل. الله أكبر، من بين إخوته إلا هو مين؟ نسل إسماعيل. بجد حضرتك ما بحثتش ولا شفت كلمة إخوتهم دي لما بتيجي بتشير إلى إيه؟ وكم مرة الكلمة دي وردت وإلى ماذا تشير في العهد القديم؟ ولا أي حاجة. طيب شوف يا سيدي، لا يمكن أبدا أن تنطبق هذه النبوة على رسول الإسلام لا من قريب ولا من بعيد، للأسباب الآتية. 1- من وسط إخوتهم، ميكراب أحريهم، من وسط إخواتهم. مين بقى إخواتهم؟ شوفوا، كل المرات التي وردت فيها كلمة إخوتكم كان يقصد بها بقية إسرائيل وليس نسل إسماعيل. جبتها منين دي يا أسيس أشرف؟ أقول لكم جبتها منين، هذكر لكم بعض الآيات نقرأ مع بعض. إذا بيع لك أخوك العبراني أو أختك العبرانية، كويس، وخدمك 6 سنين، ففي السنة السابعة تطلقه حرا من عندك. أخوك أو أختك يشير إلى نسل إسرائيل، فإنك تجعل عليك ملكا الذي يختاره الرب إلهك من وسط إخوتك. ده الرب بيكلم في تثنية 17 بيقول لهم لما أنت تختاروا ملك تختاروا من وسط إخوتك، نفس اللفظ. يعني إيه أختاروا من نسل إسماعيل؟ لا،
من وسط إخوتك من بين الأسباط الاثنى عشر. ده مقصود بوسط إخوتك، تجعل عليك ملكا، لا يحل لك أن تجعل عليك رجلا أجنبيا ليس هو أخوك. والمقصود بأخوك هنا اللي هم الاثناشر سبت. فيجي شاول من سبط بنيامين، ويجي داود من سبط يهوذا، دول من وسط إخواتك. مش بكلم كلام فارغ زي ما حضرتك بتقول كلام بدون أي إثبات، لا، أنا بقدم لك السبب إن كل المرات اللي ورد فيها إخواتك من وسط إخواتك كانت تشير إلى الأسباط الاثنى عشر، الأمة اليهودية فقط. تاني، حاضر، لا يكون للكهنة اللاويين كل سبط لاوي قسم ولا نصيب مع إسرائيل، يأكلون وقائد الرب ونصيبه، فلا يكون له نصيب في وسط إخوته. لاوي ما يكونش لي نصيب وسط إخوته، يعني مش هيكون لي نصيب في الأرض، لأن لاوي هيخدم الرب، نصيبه هيكون الرب. فلما يقول في وسط إخوته يعني الأسباط الاثنى عشر، مش المقصود بيها إسماعيل. لا تقرض أخاك بربا، ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء ما مما يقرض به. لا تقرض أخيك، اللي هو مين؟ واحد من بني إسرائيل. 12، وردت الكلمة إخوتهم في سفر التثنية فقط 20 مرة، السفر اللي انت قريت منه حضرتك من أصحاح 18، لكنك ما بحثتش عن الكلمة وما فتشتش وما درستهاش وما شفتش استخدامها بيشير إلى إيه، وجاي تقول انه وسطك وسط اخوتك لا يعني ابدا الامة اليهودية، بل يعني انه نسل اسماعيل. تفسير على مزاجك. استخدمت 14 مرة لتشير الى الاسباط الاثنى عشر، مرة واحدة تشير الى سبط لاوي، مرتين عن الادوميين نسل عيسو اخو يعقوب التوأم، بس مفيش اسماعيل. وبعدين الجزء الثاني، مش بس كلمة إخوتك فيها مشكلة معاك، يقيم لك الرب إلها نبيا من وسط إخوتك مثلي. يعني مثل موسى؟ إيه أوجه التشابه ما بين محمد وموسى؟ لا يوجد نهائي. لكن إيه أوجه التشابه ما بين المسيح وموسى؟ كثيرة. موسى والمسيح يتكلم مع الله وجها لوجه. رسول الإسلام عمر ربنا ما اتكلم معاه وجها لوجه. اقرأ في تثنية مرات ومرات رب كان بيتكلم مع موسى وجها لوجه. أما المسيح فهو ليس أن الله يتكلم معه وجها لوجه، لكنه هو كلمة الله المتجسد. حياة كل منهما مرت بمعجزة. موسى أنقذ من القتل، المسيح أنقذ من القتل. أعمال كل منهما صاحبها معجزات وآيات رآها كل الناس، مرئية ومسموعة أمام كل الناس، من المصريين ومن غير المصريين. موسى حول مية إلى دم، موسى حول العصا إلى ثعبان حية، موسى صنع الضربات العشر وآخرها كان شق البحر اللي عبر فيه شعب إسرائيل. آيات ومعجزات. فكرتني باللي قالك، هل رسول الإسلام أقام الموتى؟
فقال له ده أقام مش بس الموتى، ده أقام ما هو أعظم من الموتى. أقام مين؟ أقام جذع الشجرة أو جذع نخلة. المسيح عمل معجزات، رآها الكل، شفى، أقام موتى، شفى برص وعمي وعرج، انتهر البحر والريح، انتهر الأرواح الشريرة. معجزات رآها الكل. كلاهما أنقذ شعبه من العبودية. موسى أنقذ شعبه من العبودية في مصر، المسيح أنقذ العالم من العبودية لإبليس والخطية. كل منهما يمثل عمله مرحلة جديدة وهامة. موسى أتى بالتوراة، المسيح النعمة والحق به صار. كلاهما كان نبي وكاهن وملك، ثلاث وظائف كانوا ببعض. موسى كان عبدا أمينا، أما المسيح فهو ابن إلى الأبد. كده في يوحنا واحد يقول لي وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، يسوع ابن يوسف الذي من النصيرة. يبقى موسى والأنبياء كتبوا عن مين؟ مش عن رسول الإسلام نهائي، لكن موسى والأنبياء كتبوا عن يسوع. والرب يسوع قال كده، لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني. حضرتك بتألف، كل محاولات اللي انت بتحاول تفسر بيها النص لصالح رسول الإسلام محاولات فاشلة، لا يمكن أبدا ترتقي إلى أي نوع من مستوى، حتى المستوى القراية العادية للنص مش ممكن. كل الكتاب، كل العهد القديم تحدث فقط عن يسوع المسيح، تحدث عن مجيئه، عن حياته، عن موته، عن صلبه، عن قيامته، عن مجيئه التاني. هو محور الكتاب المقدس كله، هو الشخصية الرئيسية في كل الكتاب المقدس، هو الخط اللي بيربط كل أسفار الكتاب المقدس مع بعض. ومش ممكن أبدا يطلع الكتاب المقدس في شاذ أو شواذ ويتكلم عن حاجة تانية. أنت تركت المسيحية وتركت معها المسيح الحقيقي، تركت معها المسيح الحقيقي، المسيح الذي هو محور خلاصنا وفدائنا. هنكمل مع بعض الحلقات اللي جاية وهنرد على نفس الداعية الحلقات اللي جاية. فإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، سلام المسيح يكون معكم.